اتضح أن أبسط ألعاب الفيديو يمكنها أن تخفي الكثير من الأسرار. أحياناً يكشف المطورون عن تلك الأسرار، وأحياناً يحتفظون بها لأنفسهم، لكن فضول اللاعبين غير محدود، ودائماً ما يسعون لاكتشاف المزيد حول ألعابهم المفضلة، أو حتى طرح مجموعة من النظريات الخاصة بهم حول تلك الألعاب. في هذه الحلقة سنتعرف معكم على أغرب النظريات التي وضعها اللاعبون حول ألعابهم المفضلة. هذه الحلقة ستكون مسلية. لنلعب. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ Fall Guys. بعض الأشخاص يعتقدون أن هذه اللعبة للأطفال، رأيهم لا يهمنا. من الواضح أن هذه اللعبة واحدة من أفضل ألعاب الفيديو على الإطلاق. دعونا نتحدث قليلا عن شخصيات اللعبة. بعضهم يشبه حبة الفاصولياء، لكن ما طبيعة هذه المخلوقات؟ هل هم بشر يختبئون في ملابس مضحكة؟ أحد المصممين المشاركين في تطوير اللعبة تحدث عن الشخصيات قائلا إن طولهم حوالي 1.83 متر. أما الهيكل العظمي فهو مشابه للهيكل العظمي الخاص بالزواحف مع جمجمة بشرية. ماذا عنكم كلاعبين؟ هل يمكنكم تخيل ذلك؟ لابد أنها مجرد مزحة. اللاعبون قدموا نظرية أخرى مثيرة للاهتمام بقولهم إن شخصيات اللعبة هم رجال آليون يتحكم بهم البشر من الداخل. هذه النظرية أقرب إلى المنطق. على كل حال، ربما من الأفضل لنا التوقف عن وضع النظريات وانتظار الجواب من مطوري اللعبة. واحدة من المطورين تعتقد أن الشخصيات عبارة عن مخلوقات هلامية بدون هيكل عظمي. تلك أيضا فكرة جيدة. Last of Us و Uncharted. لن نحاول أن نحدد أي واحدة هي الأفضل، لكننا سنتطرق إلى الأحداث المتداخلة في اللعبتين. هناك العديد من الحقائق التي تشير إلى ذلك، خاصة عند النظر إلى الإصدار الذي ظهر سنة 2011 من لعبة Uncharted. فقد ظهر مقال في إحدى الجرائد يتحدث عن نوع غريب من الفطريات ينتشر في العالم، وذلك ما ظهر في لعبة Last of Us بعد 3 سنوات حين عانت البشرية من مرض خطير للغاية. كما أن الكثير من الأحداث التي تم التطرق إليها في لعبة Last of Us ظهرت لاحقاً في الإصدارات الموالية من لعبة Uncharted، خاصة سنتي 2015 و2016، حيث كانت هناك العديد من الشخصيات الثانوية التي شاركت في بعض المراحل في اللعبتين. لكن لماذا يتم الخلط بين سيناريو لعبتين بهذه الطريقة؟ لابد أن المطورين يفعلون ذلك لزيادة فضول اللاعبين وجعل اللعبتين أكثر إثارة. Among Us. ربما لا يعرف كثيرون منكم هذه اللعبة. كانت واحدة من أكثر الألعاب شعبية على الإنترنت يوما ما، لكن شخصيات اللعبة غامضة للغاية. من هؤلاء الصغار الذين يرتدون بدلات فضائية؟ هناك بعض النظريات حول هذه اللعبة أيضا. على غلاف اللعبة تظهر صورة بها 3 شخصيات. إنها أشبه بصورة عائلة. صاحب البدلة الخضراء هو الأب، في حين ترتدي الأم الزي البرتقالي، أما صاحب الزي الأزرق فهو الابن. ذلك دليل على أن الشخصيات من عائلة واحدة. يرى اللاعبون أنهم عبارة عن مخلوقات فضائية هاربة من كوكبها الأصلي لغزو الأرض، واستطاعت بعد ذلك تغيير مظهرها لتحصل على هذا المظهر اللطيف. أو ربما هم بشر يرتدون ملابس خاصة لمحاربة المخلوقات الفضائية. لا أحد يعرف الحقيقة. ليمبو. هذه اللعبة لأصحاب القلوب القوية فقط. الأجواء هناك كئيبة ومحبطة للغاية من البداية إلى النهاية. لكن هل تعرفون كل شيء عن هذه اللعبة؟ يرى البعض أن اللعبة تتكلم عن صبي مصاب بمرض يجعله ينسى كل شيء، ويحاول الوصول إلى أخته التي هي ميتة في الأساس، لكنه نسي ذلك. العديد من المشاهد في هذه اللعبة حزينة للغاية. اعتمد المطورون على الكثير من الصور التي تشير إلى موت الصبي أو موت أخته، لكن الهدف الرئيسي من تلك الصور هو إرشاد اللاعب إلى المرحلة المقبلة. اللعبة مليئة بالفخاخ التي يصعب تجاوزها، والألغاز التي يصعب حلها. المفاجأة التي لا يعرفها الكثير من اللاعبين هو أن اللعبة ليست لديها أي نهاية مشوقة. ذلك أشبه بتجاوز مختلف المراحل مراراً وتكراراً، ثم العودة إلى نقطة البداية مجدداً. سوبر سماش بروس. من الرائع أن تضع نظرية حول قصة فيلم أو لعبتك المفضلة، ثم يؤكد لك المطورون أن نظريتك صحيحة.
عند إطلاق هذه اللعبة لأول مرة، وضع العديد من اللاعبين نظرية مفادها أن شخصيات اللعبة هم مجموعة من ألعاب الأطفال البلاستيكية. ذلك يفسر تواجد كل من ماريو وبيكاتشو في مكان واحد. تم وضع هذه النظرية بالاعتماد على مشهد بداية اللعبة، حيث تظهر فيه يد عملاقة ذات قدرات خارقة تقوم بوضع مجموعة من الألعاب البلاستيكية على الطاولة، ثم يعطيهم القدرة على الحركة لتبدأ اللعبة. ذلك ما صرح به رئيس فريق المطورين بعد سنوات عديدة من إطلاقها. لابد أن أصحاب هذه النظرية يشعرون بالفخر الآن. بوكيمون، هذه واحدة من أهم الألعاب في التاريخ. لابد أن كل واحد منكم يتذكر أسماء 5 بوكيمونات على الأقل، لكن هل يعرف أي واحد منكم أين تدور أحداث القصة؟ هناك نظرية تقول إن أحداث أول إصدارات اللعبة كانت في عالم دمرته الحرب وقضت فيه على كل البالغين. الحجة في ذلك هو أن كل شخصيات اللعبة من البشر صغار السن، لا يوجد أي بالغين. أما أماكن اللعب فأغلبها مستشفيات أو بنايات قديمة مهجورة. يرى أصحاب هذه النظرية أن البوكيمونات ساعدت البشر صغار السن على النجاة من الحرب، وبعد ذلك بدأ البشر بالاستعداد للمعركة القادمة بمساعدة البوكيمونات. هالف لايف، هل يمكننا أن نسامح مطوري اللعبة لعدم تطوير إصدار ثالث منها؟ هذه اللعبة رائعة بالفعل، ونحن محظوظون لأننا كنا قادرين على الاستمتاع بها، لكن هل يعرف أي واحد منكم من هو بطل اللعبة؟ يرى الكثير من اللاعبين أن بطلها هو مخلوق فضائي وليس من البشر، خاصة وأنه لا يتواصل مع البشر، كما أن الجزء الأول كان فيه تلميح بسيط إلى هذه النظرية، حيث قال البطل في حوار مع خصمه بأنه ليس إنساناً. ذلك يدفع الجميع للاعتقاد بأن بطل اللعبة هو مخلوق فضائي. لا توجد أي معلومة تؤكد هذه النظرية، لكننا نطالب المطورين بإظهار الحقيقة. ماينكرافت، كيف يمكن لعالم مكون من العديد من المكعبات أن يؤدي إلى وضع نظرية ما؟ حسناً، ذلك مرتبط بقدرة اللاعبين على الإبداع. يرى اللاعبون أن شخصيات اللعبة لا يجب أن تكون بهذه الأشكال المكعبة، لكن خطأً برمجياً أدى إلى ظهورها بهذا الشكل. بعدها أعجب المطورون بذلك، وقرروا ترك اللعبة بهذا الشكل المميز. ذلك لا يشمل الشخصيات الرئيسية فقط، بل يشمل الأعداء والنحل والأسلحة وكل شيء. ربما تكون هذه النظرية صحيحة، لكننا لا نعتقد أن الأشخاص القادرين على تطوير لعبة مميزة مثل لعبة ماينكرافت سيرتكبون خطأ فادحا يجعل الرسوم رديئة لهذه الدرجة. ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن اللعبة ستكون أفضل لو كانت الرسوم أكثر واقعية؟ وأخيرا GTA 5، لابد أن الجميع يعرف هذه اللعبة. ما رأيكم بالشبح الذي يظهر على سفح أحد الجبال أثناء اللعب؟ إذا كنت تعرف السر فأخبرنا به في التعليقات، أما إذا لم تكن تعرف فسنخبرك به. كل ليلة يظهر شبح بجوار صخرة مكتوب عليها اسم جوك بالدم. ذلك الاسم هو اسم السياسي ورجل الأعمال المبتدئ جوك كرانلي. عند البحث في الصحف القديمة سنجد أن زوجته توفيت في ذلك المكان في الحياة الواقعية، حيث سقطت من على الجرف بعد شجارها معه. أفلت الرجل من العقاب بسبب عدم كفاية الأدلة ضده، وفي كل ليلة يظهر شبح الزوجة في اللعبة ليبرز رغبتها في الانتقام. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.